عماد وزير الصحة أن العام المقبل سيكون عام التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقا لمنظومة طبية عالمية. وأضاف للمصري اليوم أن نظام التأمين الحالي يغطي 58% من المواطنين فقط، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيقضي بشكل كبير على المتاجرين بأسعار الخدمات الطبية. مهندس مروان، كيف ترى هذه الخطوة من قبل الوزير إذا طبقت حقا، خاصة أن الرئيس يتحدث دوما على ضرورة إقرار القانون، وأيضا يوجه بأن تتكفل الحكومة بالأسر الأولى بالرعاية الصحية ومحدودي الدخل على وجه التحديد؟ بالتأكيد صدور قانون تأمين صحي في مصر أمر هام، وفي تاريخ الدول قوانين التأمين الصحي وبداية تنفيذها وأنها تصبح على متواجدة والمستشفيات تجهز نفسها من أهم القوانين اللي بتكون في أي دولة متقدمة أو أي دولة حديثة. شكل الرعاية الصحية أو فكرة القانون ذاته، هل هو تأمين اجتماعي أو تأمين تجاري؟ من الواضح من خلال التصريح أنه سيكون تأمين اجتماعي. هذا التأمين الاجتماعي اللي يشمل جميع المصريين بتكون تكاليفه باهظة جدا. إن احنا نديره أو نفكر مع أحد الشركات الأجنبية اللي هو لخبطنا تاني، رجعنا اذا هو تأمين صحي تجاري. احنا نتمنى ان احنا الاول نتفق على فلسفة التأمين الصحي، تاني حاجة نتفق على الشرائح بتاعة التأمين الصحي. الفقراء هيدخلوا التأمين الصحي في جميع الاحوال، مش هي منا، لان اي مواطن ما دام العلاج حق والتعليم حق يبقى اي مواطن ليها حق العلاج. ربما في التأمين الصحي التجاري يكون له حق العلاج باساليب متطورة، باسرة، بشكل معين، بمش عارف ايه، حسب اللي بيساهم بيه من فلوسه او من الفلوس المستقطعه من مرتباته في هذا التامين. نتمنى سرعه بدايه انجاز هذا المشروع، وبرضه نقول للمصريين ان حتى نصل الى شكل تامين صحي متوازن، او مش نقول متوازن، تقدر تقارنه بدول عديده هياخد وقت، ولكن ان الاوان ان احنا نبني فعلا هذا التامين الصحي، لان لا يصح باي شكل من الاشكال ان تصبح الصحه سلعه يتاجر بها. للاسف اصبح الصحه سلعه بيتم التجاره بها، ولا ايضا التعليم ان هو يصح انه يبقى سلعه.